نريد أن نبدأ من حيث انتهى دكتور باللباع عن الجانب السياسي في هذه الجهوية. هو أكيد يمكن أن نربط بين خطابين أساسيين، خطاب 6 نوفمبر 2008 بمناسبة تخليد ذكرى المسيرة الخضراء، وكذلك الخطاب الأخير خطاب 6 نوفمبر 2021. فالجهوية المتقدمة هي تتعلق بنظام في التدبير وفي التسيير الذي يعتمد على إعطاء السكان الأسبقية والأولوية في إدارة وتدبير شؤونهم. أكيد بأن سياق الجهوية المتقدمة هو جاء لأننا في عنوان الحلقة الآفاق السياسية والتنموية الواعدة للجهوية المتقدمة بالأقاليم الصحراوية، لأن الجهوية المتقدمة هي تتميز عن نظام اللامركزية الكلاسيكي الذي كان سائدا، على اعتبار اليوم أن مسألة توزيع الأدوار، وهذا هو المهم، بين السلطة المركزية والسلطات اللامركزية، وعلى الخصوص الممثلة من خلال مجالس الجامعات الترابية، مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات، هناك سلطات موزعة بينهم، لم تعد هذه السلطات محكومة بنظام الوصاية الذي كان سابقا، بل أصبحت محكومة بنظام الرقابة الذي يفترض سلطة في مقابل سلطة، عكس النظام السابق على دستور 2011 وقبل إصدار القوانين التنظيمية، حيث كانت العلاقة علاقة وصاية، أي وكأن المجلس يخضع لنوع من السلطة الرئاسية التي تمارسها السلطة المركزية من خلال العمال والولاة. والدليل على ذلك أننا اليوم نسمع مصطلح التأشير على الميزانية وليس المصادقة على الميزانية، وهذه مسألة مهمة وأساسية توضح بالملموس بأن اليوم الجهوية المتقدمة تعطي للمجالس المنتخبة سلطات واسعة، وهذه السلطات مدرجة بحسب مستوى الجماعة. فبالنسبة لمجالس الجهات فهي تتمتع بسلطات أكبر من خلال التنمية المستدامة والمندمجة. عندما نقول التنمية المستدامة والمندمجة بمعنى أن مجالس الجهات أصبحت لها سلطات يمكن أن تعطيها فرصة وسلطة للمبادرة في المشاريع الكبرى. أعطي مثال، مسألة التكوين المهني في السابق كانت حكرا على الدولة، ولكن اليوم نلاحظ بأن المجالس الجهات أصبحت لها هذه السلطة، وهي للإشارة تدخل في إطار ما نسميه بالاختصاصات الذاتية لمجالس الجهات، بمعنى أنه يمكن لمجالس الجهات بحسب الإمكانيات وبحسب شروط وظروف المجال وإمكانياته والأنشطة، وهذه مسألة مهمة، بحسب طبيعة الأنشطة الموجودة. مثلا إذا ما أخذنا الأقاليم الجنوبية الآن، يمكن أن نتحدث عن جهة الداخلة وادي الذهب، معروفة بالصيد البحري، معروفة بالسياحة من نوع خاصة، السياحة الصحراوية الإيكولوجية. يمكن لمجالس الجهات، لأن المستثمر يحتاج إلى موارد بشرية، وبالتالي مجالس الجهات يمكن أن تقوم ببناء مراكز مهنية. هذه المراكز المهنية للتكوين ستوفر هذه المواد. فقط أنا أعطيت مثالا في هذا الباب، وهذا كله يؤكد بالملموس بأنه في إطار الجهوية المتقدمة الأقاليم الجنوبية أصبحت تتمتع بصلاحيات واختصاصات موسعة. بطبيعة الحال هذه الاختصاصات فيها نوع من التدريج. لماذا؟ لأن الجهوية المتقدمة هي جهوية متدرجة، وهذا التدرج يعني بأن الصلاحيات والاختصاصات تمنح طبقا لما تقدمه كل جهة من مؤشرات إيجابية على مستوى الأرقام الاقتصادية التي تحققها وهكذا. فالمبدأ الأساسي، وهذا يدخل في إطار مبدأ التفريع، لأنك كنت سألت عن المرتكزات أو عن الركائز أو عن المبادئ اليوم
التي تميز نظام الجهوية المتقدمة عن النظام اللامركزي الذي كان سائدا سابقا. الدستور والقوانين التنظيمية تتحدث عن 4 ركائز: ركيزة التفريع، وهذا التفريع يعني بأن الوحدة الصغرى عندما يكون هناك مشكلا تتدخل هي أولا، وعندما تعجز يمكن للوحدة التي تليها أن تتدخل بعدها، وإن عجزت الوحدة التي تليها عن التدخل يمكن إداك أن يتدخل المركز في هذا الباب.